عاوزك تطوق لي الجماليه كلها. عمرك يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. احمد باشا الديب بذات نفسه. وانا اقول الحته منوره كده ليش؟ حضرتك. بالراحه طيب. نعم وبالراحه. ينفع كده؟ كيف يا باشا؟ ايه يا باشا؟ في حد هنا في الحته مزعلك ولا حاجه؟ محدش يقدر يزعلك. برضه بقول كده. محدش يزعلك. مين ده اللي رايح؟ ده اللي مين يا باشا؟ على بعض بقى ولا ايه؟ انا اللي اسال سيادتك السؤال. ماشي يا وحش. ليش لي شقه شقه في الجماليه لحد ما تلاقيها؟ أمرك يا فندم. كويس؟ نفس يا نورينا يا بشوات. شوي بيت الشاشة يلا أسرع. مرة شفت فيها عزت كان امتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ ما تكونش سيادتك تقصد استاذ عزت العلالي بتاع السينما؟ هو بقى له فترة مختفي فعلا. ايه الخفة دي يا رحيم؟ انا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع امينة. امينة الله يرحمها بقى. امينة كان معرفها كتير. هي كانت فعلا تعرف واحد بس انا معرفش. بلاش اي قصر يا فندم. لا يا اخي اول ما شفتك قلت اكيد مش حيلوى. بس معلش الرجال عملت شغلها برضه. احمد باشا انت عارف كويس ان داليا بريئه. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايز داليا. انا وانت فاهمين بعض كويس. وانت عارف انا عايز ايه. مشكلتك احمد باشا مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. انسى؟ انا شغلتي ان رحيم بتاع 2011 ما رجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك. بس انت بقى مصمم تنفذ اللي في دماغك. تهديد ده ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يهدد الحكومه. قول القوات تتحرك. لا تتحرك ايه يا باشا؟ طب والشاي؟ ولا واحد شاي سك عليه سكر زياده بسرعه. يلا يا خالد في ايه؟ تمام يا فندم. الشاي ده بقى هجيبك عندنا تشربه. مش وحش؟ يلا. نورتونا يا باشوات. ايه الاخبار يا باشا؟ باشا شكرا يا باشا شكرا. سلام.
ايوه اتفقنا عليها انت. يلا رحيم. انت كويسة؟ انا كنت حاسة اني هموت. طب اهدي خدي نفسك. الحمد لله الحمد لله. انا شفت رجليهم خلاص، قلت البوليس هيمسكني. دي اكتر مرة اخد فيها فايت. داليا انت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في التليفون؟ أيوة أنا كلمت عماد. ليه؟ ليه يا دليل؟ لأنه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكلة اللي أنا فيها. عماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده ليه وأنت في السجن؟ يفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس، ولو سمحت ما تعمليش حاجة تانية غير لما تقولي لي. أديك شفت اللي حصل. مين؟ أنا مش عايزة أدخل السجن تاني. مفيش، طول ما أنت معايا بنسبة مش هيقدر يوصل لك. عارفة ليه؟